السلام عليكم كدارين، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم، شتجان بخير؟ نتمنى تيران بخير وعلى خير ان شاء الله. هاكم شتوران انقجن الدورة اجيت تنتي غانمين انقص هذه الطبيعة كيجن مشا ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يكون يعجب الفيديو. اول شيء نبدا اخي كيلو، انا حدا انا حدي مغاج مشا نغني نهار انا حاج مشا نغني عاود ثاني انا واحد انتي غني وزما كومين مقان مش مشا نيرات وني قال سي غني مرا الله اعلم، ولكن انا خصني غادي نقول مشا نغني الطبيعه النهار مليح ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله اكم يعجب الفيديو واكم يعجب الطبيعه ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله ونو تخشاك شارك الله يجزيك بخير ونشي نطلق كما سمعتو اخوتي. غادي نمشي لواحد البلاصه نشوف الطبيعه في تيغاني مين مشينا تما مره اخرى، ولكن دابا ان شاء الله غادي نوليو ماشي لذاك البلاصه، نيت واحد البلاصه اخرى غادي نشوفو الطبيعه كيف دايره تما ان شاء الله. وحنايا معاكم ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ونتمنى ان شاء الله اللي ما شاركش معنا يشارك معنا الله يجزيه بخير. وهذا هي تيغانيمين كما كتشوفوا، تيغانيمين كتبدا من هنايا كما كتشوفوا. هي شوف الطبيعه تبارك الله من هنايا، ولكن انا ماشي الهدف ديالي نوريكم هذا الشيء هذا، ولكن يعني جات في الطريق وصافي كما كتشوفوا. الحمد لله ربي عطانا الشتاء، يعني الحمد لله ولا كلشي خضر كما كتشوفوا الطبيعه هنايا. ايوا حنايا غادي، ونتمنى ان شاء الله يعني يعجبكم داكشي اللي غادي ندوز لكم وحنا معاكم. احنا نطلقوا دابا قريبا نوصلوا ان شاء الله. ها كما كتشوفوا الطبيعه، الطبيعه الحمد لله كاين واحد الطبيعه ما شاء الله، الطبيعه ما شاء الله. احنا غادي ندورو من هنايا مشتوران الحمد لله. عزوكم تشمخطيكم السمر في الجيتا الجيت مونين خنصريت دوك ان شاء الله اكم تشمخا والثاني نمشي انا واحد الطبيعة هنايا ما شاء الله، الطبيعة زوينة بزاف. شوفوا شوفوا كي سميتو انا تحت الشتا البارح، شوفوا كي جمعات الرملة في الطريق. هادو راه القبور على الطبيعة، حتى هادو راه القبور، شوف هادا الربع كيف داير تبارك الله، شوفوا الحمد لله، شوف راه كاين الكرموس، ما ماشي الكرموس، غيكون الباكور كما كتشوفوا. الحمد لله الطبيعة عجيب، كما تشوف اخوتي
الطبيعة زوينة بزاف. نطلع شوية الفوق، شوفوا الحمد لله على الطبيعة هنايا. شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا على الطبيعة هنايا. الحمد لله هذا العام رانا خير بخير، واحد الربيع ما شاء الله الصراحة. كم شتوره ميت نغزة زي الطبيعة ذا، شوف الطبيعة عجيب، هذا الطبيعة والجبال وواحد المنظر عجيب تبارك الله. شوفوا الحمد لله على الطبيعة كيف داير، شوف تبارك الله واحد المنظر عجيب. شوفوا هنا، شوفوا اشوفوا الجبال، الحمد لله غزات الجبال مش جن تبارك الله. هاكا وادي غزال طراوات، غنمشيو شوية لقدام ان شاء الله ونشوفوا المناظر اللي كاينين. شوف هالعشب هنايا اللي بغى العشب، شوف شوف تبارك الله العشب، شوف العشب، شوف شوف الحمد لله هادشي راه كلشي عشب. كما تشوفوا اخوتي دابا غادي ندوزو شويه لقدام، شوفوا الحمد لله على الطبيعه هنايا. شوف 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 كل شيء منور الحمد لله. شوف كما كتشوفوا هاد
هادشي واقيلا ناري لا بيس دابا. المهم حنا غنوقفو هنايا ونشوفو شي حاجة المنظر من هنايا. كما كتشوفو الحمد لله شوف واحد المنظر عادي. نزيدو شويه هنايا كيما تشوف على منظر هنايا شوف تبارك الله واحد المنظر غزال. شوف على منظر تبارك الله. شوف راه كلشي منور الحمد لله شوف كلشي منور. غادي نزيدو شويه لقدام اللي عندو اللي عندو البهايم تبارك الله راه غيشبعو غيشبعو الماكلة في سميتو في الربع الصراحة. واحد المنظر واحد المنظر واحد المنظر ما شاء الله واحد المنظر غزال بزاف. شوف الحمد لله شوف انا ما كنتش غنجي هنايا ولكن عجبني المنظر وطلعت كنت غنوقف لهي ونرجع ولكن من شفت هذا المنظر هذا ما سخيت والله ما سخيت نرجع. شوف هذا الخيرة ديال الله شوف على الخيرة ديال الله سبحانه وتعالى. شوف 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 منور الاربعاء كلشي منور شوف شوف والحمد لله شوف 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 اخوتي شوف شوف اي تما مشيت جا عربي حدا زازا مشيت جا تبارك الله. غزا نورمال هكا شي روا التاريخ شاد ولكن يعجبني المنظر والله لا المنظر فين اللي دوريته. هاكا مشيت ورا من المنظر عادي مبقاش شغل الكامبو نمشي نقارس الكامبو يعني البادية كيما كيقولو البادية. مرة أخرى إن شاء الله غادي نوصلو لداك البلاصة اللي هي إن شاء الله بإذن الله غادي نصورها لكم. دابا غادي نوقفو غير هنا نرجعو من هنايا ونشوفو الطبيعة اللي كاينة من هنا إن شاء الله. ومرة أخرى إن شاء الله نصوركم داك الجويه اللي كاين هنا كيما كتشوف أخوت واحد المنظر عجيب. فين غتلقى المنظر بحال هذا فين السكات الحمد لله هذا المنظر عجيب. اما ان شاء الله كنت صعيق النواحيين مره اخرى ان شاء الله ندوسكم الليل. ها كما كتشوفوا واحد المنظر عجيب واحد المنظر هائل. شوف على المنظر ايش المنظر خير ايش المنظر ما شاء الله. اروح نخزع الجيت تنغني الجيت جوا ذا قطري عشان هكا مشيت ورا ما يثما البادية اركامبو ونجيت ونمشانا الحمد لله ثم المليح. هذا المنظر عاجب تبارك الله واحد المنظر ما شاء الله. شوف على الربيع اللي شفناه قبيله تبارك الله واحد الربيع ما شاء الله.
الناس كيبنيو هنا كما كتشوفوا. باش توريو اذا قبلنا نبدا المنظر عجيب. تبارك الله غزال مشيت غزال. يجي شوي نطيوه معنا زعل المنظر هذا. هذا بنا المودة يهدش ذا قام نساء سلها ويدا قام نصرح هذا واجب. كم شتورن صوريني ذا كمان كم مرة أغلبية فنان ذا كمان. شوف شوف الحمد لله على الطبيعة شوف الحمد لله جن الطبيعة ما شاء الله. واش تورى ما جن الطبيعة باش تبارك الله. أتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو. أمر أخرى عاوتاني ندوزكم شي حوايج زوين إن شاء الله. و أتمنى إن شاء الله بنادم يعطي الله سبحانه وتعالى يعطينا صحيحتنا باش نصوموا رمضان إن شاء الله. راه حنايا دابا يعني في العواشر قريب إن شاء الله إن شاء الله نصوموا إن شاء الله يعني بالإرادة ديالنا. وإن شاء الله ربي راه معانا وبنان يصبروا صافي راه كلشي دايز. راه الشهر ماشي شي حاجة كما كتشوفوا. الحمد لله أنا دوز لكم الطبيعة. إوا نتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو. نتمنى إن شاء الله اللي ما شاركش معانا يشارك معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.